باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد آمين. النهاردة كنيسة بتقدم لنا مثل قدمه المسيح وهو وكيل الظلم. وكيل الظلم ده رجل عايش في العالم ووشي إلى الرئيس صاحب المال إنه ده مش كويس ومش أمين، فنتح وقال تعالى أنا سمعت عنك حاجات غلط كتير، فأنت مش هتبقى وكيل ليا بعد كده، خلاص أعطي حساب وكالتك. الكلام ده الحقيقة كان شيء صادم لهذا الوكيل. وكيل ده بيبقى له يعني مكان كبير قوي في البلد، ده يسموه بقى ناظر الزراع الخولي المسؤول، كل الناس تحترمه لأنه هو الموجود معهم بيحاسبهم ياخد منهم فلوس يعمل كل حاجة وفي الآخر يسلم ده لصاحب الأرض. فخلاص هيتشال، هيتشال بعدين يروح يعمل إيه؟ طب أنا ما أقدرش أبتدي أشتغل عامل تاني أنقب يعني أجيب الفاس وأقعد أشتغل في الأرض فلاح عادي، ما أقدرش أنا كبرت وكمان ما اقدرش استعطي اقعد اشحت من كل واحد حاجه، ده انا بقى راجل الكبير الريس هنا ابقى شحات اعمل ايه؟ ففكر تفكير عالمي مش تفكير روحي. ايه؟ قال الناس دول عليهم ديون لسيدي، نده اول واحد قال له عليك ايه؟ قال له علي 100 بث زيت، بس ده حجم يعني كذا لتر يعني. قال له طيب هات بقى ورقة ونقطع السك اللي عليك واكتب بداله 50. ياه ده نص الديون اتشالت، انا متشكر قوي. وبعدين تاني تعال هنا عليك ايه لسيدي؟ قال له 100 كر قمح، كر ده زي اردب مسح يعني حجم كبير حاجة بقول يعني. قال له لا هات الورقة بتاعتك إن قطعها واكتب بدلها 80. قال له متشكر قوي. الكلام ده قال إيه؟ قال عشان لما يعزلني من الوكالة ألاقي حد يأكلني، حد يكون معاه يعني رحيب معايا ويقبلوني في بيوتهم ويأكلوني ويهتموا بيا، لأن أنا شلت عنهم ديون كتير. لما سمع السيد الكلام ده مدح وكيل الظلم للمخبين، مش مدح عشان حرامي، ما هو حرامي كده لأنه ده مال سيده إزاي يتصرف فيه، لكن قال الراجل ده بيفكر كويس قوي، بيبص لقدام بيشوف هيحصل له ايه. الكلام ليا وليكم، انا وكيل وانت وكيل على حياتك وعلى ممتلكاتك وعلى كل قدراتك. الله اقامك وكيل لكي ما تتاجر، زي ما قال على مثل الوزنات، اعطى لكل واحد حاجه، ده 5 وزنات والتاني وزنتين والتالت وزنه. الله أعطى كل واحد فينا إمكانيات وقال له يلا تاجر. وبعدين الشيطان راح بقى وقال لربنا إنه أنا وحش وبعمل وبعمل وبعمل، ودي حقيقة، ما أنا بنبخت فعلا. قول لي ربنا، يقول لي طب تعالى بقى أعطي حساب وكالتك، خلاص مش هتبقى وكيل ليا بعد كده، يعني خلاص سلم اللي عندك، هتموت يعني أعمل إيه؟ مش عارف أعمل إيه؟ دحوسة، ما كنتش واخد بالي، مش واخد بالي؟ طب ما أنت هتتحاسب في يوم من الأيام، إزاي أنا نسيت كده؟ إزاي أنت وأنت نسيت إن أنت هتقابل ربنا؟ لو قال فجأة النهاردة قدم حساب وكالتك، هتعمل إيه؟ الحقيقة الراجل ده عمل حاجتين، الراجل ده حس أولاً إنه غلطان وقال لازم أصلح الغلط بتاعي، وراح رايح عمل خير مع الناس اللي مديونين مش من فلوسه، من
الفلوسين. الحاجتين دول هما ايه؟ ان انا اتوب عن خطيتي، اعرف غلطي واتوب عنه، دي اول حاجه. اخلص من خطيتي، اتوب واعترف واتناول وامشي مع ربنا، اقول له ارحمني يا رب، انا زعلتك كتير خالص، واقعد اقدم توبه واصلي قدام ربنا واقول له انا عايز اكون معاك، واقرا كتاب مقدس واقول له يا رب قول لي اعمل ايه، انا عايز امشي صح بقى الحته الصغيره اللي فضلالي، لان القرار نزل خلاص ان انا اعطي حساب وكالتي. فاذا كان ربنا مديني او مديكم فرصه، طب ما يلا الفرصه دي جايز تكون يوم او شهر او سنه او 20، ما اعرفش، الله وحده اللي يعرف، ولكن ما حدش في الدنيا يعرف هو هيقعد قد ايه. انا اشتغل النهارده على ان جايز يكون النهارده اخر يوم، ربنا اداني يوم كمان خير وبركه، اعمل اقدم توبه بكل ما اعرفه عن التوبه، يعني اقف امام الله واقدم توبة عن خطاياي، اقعد مع ابونا واعترف بخطاياي، واخد حل بالغفران واتناول، واقرا انجيلي واصلي، لا خلاص انا همسك فيك مش هسيبك يا رب، كل التقصير اللي فات ده خلاص، وابتدي مع ربنا جد. تاني حاجه اعمل خير، اعمل خير، اعمل عمل محبه مع الناس اللي اقدر اعمله. هو ده بقى اللي بيسميه مال الظلم. ايه مال الظلم؟ الفلوس اللي معايا دي، ايه الفلوس دي؟ ما حدش عارف بقى، دي مرت بمعاملات ظلم كثيره جدا، واحد ظلم واحد وخد منه، والتاني خد بالتالت. الخلاصه كل اموال العالم تسمى مال الظلم. استخدمها بقى ان انا اكسب لي اصدقاء لملكوت السماوات، يعني انا لما اقف قدام ربنا يبقى عملت خير، فالله يذكر لي الخير ده. في واحد ملك استدعى واحد من الشعب، قال له تعالى قابلني. راجل اتخض، ملك عايزني في ايه وهقول له ايه؟ انا عملت حاجه. قام في واحد من اصحابه حس بينه تعبان، قال له معلش انا هاجي معاك، هاجي معاك واوصلك لغايه قصر الملك، معلش طم. التاني قال له لا، ده انا هاجي معاك واوصلك مش للقصر، ده انا هدخل معاك لغايه ما تقف قدام الملك. التالت قال له انا هاجي معاك واوصلك لغايه الملك، ولو سألك في حاجة أنا رد بدالك. مين الثلاث أصدقاء دول؟ الصديق الأول هو العفة، إنسان لما يكون متعفف ويبعد عن الخطية ولا ينشغل بشهوات العالم، يكتفي بالقليل في كل شيء، في أكله شربه لبسه كل احتياجاته، ما يتعلقش بالدنيا، هي دي العفة، يستخدم كل شيء ولكن لا يتعلق بشيء. العفة دي كويسة أو توصلني لغاية باب الملك. وما للصديق التاني إيه؟ صديق التاني ده الأمانة، يعني أكون أمين في كل أعمالي، أي شغل بيجيلي بعمله بأمان، لا بسرق ولا باخد حاجة مش حقي، وبوفي الناس احتياجاتها ومشي صح. الرجل ده الأمين ده يوصل لغاية الملك. أمال الصديق الثالث الحلو ده اللي يدخلني لغاية الملك ويدافع عني كمان؟ الصدقة، العطاء، ده هيوصل للملك يقول لا أنا أشهد بقى، ده عمل وعمل 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 حاجات حلوة كتير. عشان كده المسيح قال إيه؟ قال كنت جوعانا فأطعمتموني، عطشانا فسقيتموني، مريضا فزرتموني. قالوا له إمتى ده؟ قالوا ما فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلت. يعني أنا لما أزور واحد عيان يبقى زرت المسيح. لما ساعد واحد جعان أجيب له حاجة يأكلها يبقى أنا قدمت المسيح. كل حاجة، كل عمل خير يقول ده أنت قدمته المسيح نفسه. عشان كده تفضل ادخل بقى السماء مفتوحة. والتانيين بقى يقول لهم ايه؟ كنت جوعانا فلم تطعموني، عطشانا فلم تسقوني، مريضا فلم تزوروني، محبوسا فلم تأتوا الي، الى اخره.
قال له امتى يا رب ده؟ قال لهم اللي ما فعملتهوش مع اخواتي البشر يعني فبي لم تفعل، ابعدوا عني ما عرفوش، يعني روحوا للعذاب الابدي. ايه ده كلام واضح كده؟ ده الكتاب المقدس يقول الكلام، اذا بالتالي واضح. الانسان الذي يتنقى بالتوبه كل يوم يعترف ويتناول هيبقى انسان نقي اول باول، مش بقول ما بيغلطش، بقول بس بيتوب اول باول. تاني حاجه يبقى بيعمل خير، عايز يعمل خير مع كل الناس، مش وقته بقى عشان ازعل من فلان واشيل من علان. يا جماعه كفايه، احنا مسافرين رايحين نقابل ربنا، والنهارده ممكن ربنا يقول لي اعطي حساب وكالتك، فمش وقته، انا عايز الحق اعمل خير مع اي حد ربنا حطه في سكتي. ده انا اقول له ما تديني حد، حط قدامي حد عشان اعمل خير معاه، عايز الحق اعوض. اخواتي اعملوا كتير، انا بقى عايز اعمل الحق اعمل حاجه عشان يكون معادي قريب. اذا هم حاجتين اعملهم ما دام الله بيقول لي خلي بالك اعطي حساب وكالتك، بيقول لي النهارده كده في الانجيل الكلمه دي ليا وليكم. حاجتين اعملهم، اتوب واعيش حياه التوبه، اعترف واتناول واقرب من ربنا. نمره اتنين، اعمل خير مع كل انسان قريب او بعيد. لإلهنا كل مجد وكرامه من الان والابد، امين.